امانه عليك انا مش رابع يوم وانا في العداله يا رام. بقول لك في حته ورمه، قلت لي لا ده مش شده العمليه، العيب مني ولا منك؟ قول الحقيقه وخلص ضميرك من ربنا. أعلنت الفنانة فاطمة كشري إن الفنان أحمد مكي تكفل بعلاجها بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى. وقالت الفنانة إن الفنان أحمد مكي أول ما عرف اللي حصل لي بعت لي مديرة أعماله عشان تطمن عليا، وادتني فلوس ودفعت لي حساب العلاج والأشعة، وقالت لي إن الفنان أحمد مكي بيعمل عملية في ضرسه وأول ما يخف هيجي بنفسه يطمن عليا. وأضافت الدكتور قال لي لازم أقعد في مكان الجو فيه حلو ومش حر. وعرف احمد مكي بالموضوع ولقيتهم بيكلموني من البيت بيقولولي انه بعت لي ناس تركب لي تكييف، ومش بس كده ده مديرة اعماله لما بعتها لي امبارح عشتني كباب وجابت لي كفتة، ربنا يكرمه انا بحبه جدا وهو فنان جدع ومحترم. كانت الفنانة فاطمة كشري قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب ذهابها لاجراء عملية فتاء، وبعدها خرجت من المستشفى ولكنها شعرت بالام شديدة في منطقة البطن لا تعرف سببها. وبعد الكشف عليها تبين ان الدكتور الذي اجرى لها العملية تسبب في خطأ طبي جسيم وهو نسيان الشاش في بطنها اثناء اجراء العملية مما سبب لها مضاعفات خطيرة ونقلت على اثرها الى المستشفى مرة اخرى. كانت اخر اعمال الفنانة فاطمة كشري مسلسل ظل رجل الذي سبق في الماراثون الرمضاني الماضي بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور والفنانة نرمين الفقي.